أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح وقل إني أنا النذير
كما أرسلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق
صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها نفع ومنافع
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خصيم مبين وللعام خلق جالكم في هذه القوة وللعام خلق لكم في جاد ومدافع ومنها تاكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم والأنعام خلقها لكم فيها نفع ومدافع ومنها تأكلون ولكم فيها جبال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا والخيل والبغال ويخلق ما لا
قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل والحاجات ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأرحمني بالصالحين. وهكذا إخوة الإيمان الإسلام لقد عشنا سويا في رحلة التلاوات القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي ألا هو فضيلة القارئ الشيخ عنتر الغفاري قائم ذلك جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة دمنهور تابعة لمحافظة البحيرة. وكان معكم بتوفيق من عند الله أحدث وأكرم كثرة حديثا أنوار كهربائية محلات فراشة كبرى التي تكلم تتحدثت عن نفسها في كل مكان تطلب محلات ومخازن أولاد الحاج إبراهيم عثمان المقيمين المعروفين وبالخير. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.